نعتذر من الشعب اللبناني بسبب عدم توافر الدولار لشراء المحروقات. تقفل محطتنا قصراً إلى حين توافر البضاعة بالليرة اللبنانية. لافتة انتشرت في عدد من محطات البنزين التي اختارت الإقفال بعدما وصل بها الأمر إلى حائط مسدود لم ينفع معه تعميم مصر في لبنان، وبعدما أعلنت شركات النفط أنها ستتوقف عن تسليم المشتقات النفطية لأصحاب المحطات بالليرة اللبنانية وستعود إلى اعتماد الدولار. الشركة مش عم تقبل غير ما تاخد بالدولار. احنا ما قادرين لأنه ما في دولار بالسوق، قلنا فترة بخسارة فين اليوم، لأنه عم بيطالبونا بالدولار الشركات الكبيرة، ونحن منبيع باللبناني ومنشتري منبيع باللبناني ومنشتري بالدولار. هيدي عم تعملنا أزمة مع الصيرفة مع البنوكي مع كل العالم. يعني نحن منشتري بالليرة اللبنانية، بيعونا بالليرة اللبنانية، شو بتشكي الليرة اللبنانية؟ وترجمت الأزمة على الأرض، فأغلقت بعض المحطات أبوابها وشهدت أخرى زحمة خانقة مع تهافت المواطنين على تعبئة سياراتهم قبل نفاذ المخزون. القرار الفردي الذي نفذه عدد من المحطات سرعان ما تحول إلى إعلان رسمي في مؤتمر صحفي عقدته نقابة موزعي المحروقات في لبنان وأصحاب المحطات. قررت نقابة أصحاب محطات محروقات في لبنان بناء على قرار المستمعين اليوم بالاجتماع الطارئ إلى إعلان التوقف الكسري أو الأضراب حتى ما تكون سموه عن بيع المحروقات، والطلب إلى جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم لعين صدور قرار خطي من الجهات المختصة. إحنا طولنا بالنا فترة طويلة وكان في مماطلة وما أخذوا موضوع أصحاب المحطات وقطاع النفط على محمل الجد. منتمنى منهم يعالجوا هالموضوع بأسرع وقت، ما يحملون المسؤولية لإلنا ولا لأصحاب المحطات ولا لأهل الشأن. هذا الموضوع بيتعلق بالدولة، تتفضل تعالجوا بأسرع وقت ونحن معهم مش ضده. الخبز والبنزين والدواء ثلاثية بات فقدانها بمثابة سكين مسلط على رقبة المواطن الذي أصبح وقود الأزمات في بلد يتعامل بالدولار أكثر من تعامله بعملته الوطنية. أنين حلاق، قناة الجديد.